لو حضرتك كنت فاكر كنا في السوليد بنتكلم ان هو نوعين، نوع منه الكترولايت اللي هو كان بي ايونايزد، النوع الثاني اللي هو النون الكترولايت اللي هو كان نوت بي ايونايزد، اللي هو ده بيفضل زي ما هو مولكيولز على طول زي الشوجر لما بيجي يدوب في الميه بيفضل زي ما هو شوجر مولكيولز ما بيتاينش منه اي ايونز. الجلوكوز برضو بيفضل جلوكوز، ده تايب اوف شوجرز عموما. اليوريا بتفضل زي ما هي يوريا مولكيولز، النفتالين بيفضل زي ما هو نفتالين مولكيولز، يبقى ده كل الموجود منه في السوليوشن بتبقى مولكيولز اون. بينما ان كيس اوف الكترولايت اللي هو كان بي ايونايزد فده نفسه بينقسم الى نوعين، يا اما سترونج الكترولايت يا اما ويك الكترولايت. السترونج الكترولايت اللي هو القوي اللي كان بي ايونايزد كومبليتلي ايونايزد، ويبقى دوت بايه؟ اقرب سهم واحد ده لانه بيتفك وما بيرجعش تاني في كلامه. بينما الويك الكترولايت اللي هو بارشل ايونايزد اللي هو بيتقيم منه جزء وجزء منه بيفضل زي ما هو في المولكيول ستيت. يعني لو انا عندي في السترونج الكترولايت حاجه زي الاتش سي ال، فالاتش سي ال ده كومبليتلي ايونايزد الى اتش بلس وسي ال ماينس، فبالتالي الاتش سي ال مولكيول كلها بتختفي وبيبقى اللي موجود عندي هو الاتش بوزيتيف والسي ال ماينس ايونز بس. نفس الكلام لو اخذت مثال صوديوم كلورايد، ده برضو تبع الاسترونج الكترولايت، ده كومبليتلي ايونايزد يعني سهم في اتجاه واحد. صوديوم كلورايد مولكيولز بتختفي تماما وبتتحول كلها لصوديوم ايونز وكلورايد ايونز، يعني على طول المحاليل بتاعه الاسترونج الكترولايت اللي بيبقى موجود فيها ايونز اونلي. طب بالنسبه بقى للويك اللي هو البارشل ايونايزد، ده لو خدت مثال زي الاسيتيك اسيد HAC، الاتش اي سي ده اللي هو زي اللي هو CH3COOH اللي اختصاره HAC، ده بيتفك رايح جاي الى H بوزيتيف واسيتيت، اكني بالظبط بيتفك منه كام مولكيول وبعد كده بعض الاينز تتحد تاني مع بعضها وترجع في كلامها الى المولكيولر ستراكشر. فتلاقي على طول في السوليوشن في موجود منه جزيئات وموجود منه ايونات، يعني موجود مولكيولز وموجود اينز. إذن النون الكترولايت موجود منه مولكيولز بس جوه السوليوشن، السترونج الكترولايت موجود منه اينز بس جوه السوليوشن، الويك الكترولايت موجود منه اينز ومولكيولز جوه السوليوشن. طب اذا كانت الالفا اللي هي عباره عن ديجري اوف ايونايزيشن درجه التاين، الالفا دي في حاله النون الكترولايت هي بزيرو لانها ما فيش اي نوع من انواع الايونايزيشن. الالفا دي في حاله السترونج الكترولايت اللي هو كومبليتلي ايونايز اللي بيتفك 100% ما فيش ولا مولكيول بيبقى موجود خالص وكلهم بيبقوا ايونات، ده بيبقى الالفا اعلى فاليو ليها اللي هي ال1. طب في حاله الويك بقى اللي هي ان بتوين النون الكترولايت والسترونج الكترولايت بتبقى الالفا جريتر ذان 0 واللور ذان 1. تمام. في نفس الوقت في عندي حاجه اسمها اي، مين الاي دي؟ الاي دي اللي هي الفانت هوف فاكتور رمزها اي. الاي دي هفكرك بقصتها جايه وايه سبب دخولها. احنا كنا اصلا بندرس الكوليجيتيف بروبرتيز فور نون الكترولايت سوليد، ودي اللي خلصناها ودرسنا اللورنج ان فيبر بريشر والاليفيشن في البويلنج بوينت والديبريشن في الفريزنج بوينت والاوزموتيك بريشر، كل دول درسناهم الاربعه فور نون الكترولايت سوليد. لما نيجي ندرس فور الكترولايت سوليد هنكتشف اني عندي مشكله في الكوليجيتيف بروبرتيز، اني لما باجي اشتغل عليها في كالكوليشنز بتاعتها بطلع داتا، لما باجي اشتغل في الاكسبيرمنتال واشتغل واطلع الداتا بتاعتها الاقي ان الداتا الاكسبيرمنتال مش ماشيه مع الثيوريتيكال، في فرق ما بينهم. على طول في حاله الالكترولايت سوليوت بتطلع الاكسبيرمنتال جريتر ذان الثيوريتيكال. قعدنا نفكر ايه سبب الاكسبيرمنتال اعلى من الثيوريتيكال، ليه ما بحسبها على الورقه بتطلع رقم ولما اجي اقيسها في المعمل بتطلع رقم اكبر على طول. اكتشفنا ان المشكله في الكونسنتريشن، ان الكونسنتريشن ان كيس اوف الكترولايت انا بعتبره مثلا ب1 لكن هو اكشوال جوه بيتفك ويطلع ايونات اكتر. مثلا مثال زي الاتش سي ال ده لما بيبقى دوت قدامي 1 مولكيول، لما بيتفك بيديني 1 ايون من ده و1 ايون من ده، انا اوريدي حاسبه على انه واحد لكن هو اكشوال بقى واحد من ده واحد من ده اكنه بقى اتنين. ليه بقى؟ لانك لو رجعت للديفينيشن الاصلي بتاع الكوليجيتيف بروبرتيز كان عباره عن هي البروبرتيز اللي بتعتمد على العدد وليس النوع، كان بتعتمد على النمبر اوف بارتكلز راذر ذان ذير نيتشر ايونز اور مولكيول. فهنا عشان كده ده انا حاطه 1 مولكيول، اتفك عطى 2 ايونز وهم هم ال1 مولكيول بس هم جوه السوليوشن، ده 1 ايدنتيتي وده 1 ايدنتيتي، يعني ده شيء لوحده وده شيء لوحده.
ده كل واحد فيهم بيعمل كوليجيت بروبرتيز لوحده بتعادل الكوليجيت بروبرتيز بتاعت ده لوحده زي ده وده لوحده زي ده، يبقى انا حاطط 1 لكن هما اكتشر جوه 2. وطبعا نفس الكلام بينطبق في حاله الويك مع اختلافات في الحسابات وهكذا. فاذا نتيجه لاني ان كيس اوف الكترولايت بقى بيحصل جوه عندي ايونايزيشن سواء كانت سترونج او كانت ويك، فبقى في اختلاف ما بين النتيجه الاكسبيرمنتال والنتيجه الثيوريتيك. من هنا جه اني لما اجي اشتغل كوليجيتيف على الالكترولايت لازم اعمل حاجه اسمها كوركشن فور كونسنتريشن. ده مش بيبقى موجود في النون الكترولايت. ليه؟ لان النون الكترولايت لو انا حاطط 1 مولكيول شوجر هيفضل 1 مولكيول شوجر، 1 مولكيول جلوكوز هيفضل 1 مولكيول جلوكوز، 5 مولكيولز يوريا هيفضلوا 5 مولكيولز يوريا وهكذا. يبقى هو كله مولكيولز، هتحط مولكيولز هتفضل مولكيولز. غير الوضع هنا، حطيت مولكيولز كلها بقت ايونز، حطيت مولكيولز بقت فيه شويه مولكيولز واتكونت جنبيها شويه ايونز. ده اللي هيجبرني ان انا اعمل كوركشن في الكونسنتريشن. هذا الكوركشن في الكونسنتريشن اللي هو بنسميه فانت هوف فاكتور، هينشا فاكتور جديد اللي هو كوركشن فاكتور فور كونسنتريشن يوز ذا فور الكترولايت سوليوتس الممسوحه دي سوليوتس. الاي ده مش بنستخدمه فور الا للالكترولايت سوليوتس. هذا الاي اللي هو الفانت هوف فاكتور اللي مش موجود في حاله النون الكترولايت بيبقى ب 1، عشان كده اكني ما ضربتش الكونسنتريشن في حاجه. ولكن في حاله الالكترولايت لما يبقى سترونج هتبقى الاي دي بتساوي ان، حيث ان الان دي عباره عن النمبر اوف ايونز بير 1 مولكيول اوف سترونج الكترولايت. يعني صوديوم كلورايد ده 1 مولكيول سترونج الكترولايت، لما بيتفك بيدي 1 صوديوم 1 كلورايد، يبقى الان ب2. طب لو انا اخدت حاجه زي الكالسيوم كلورايد ده لما بيجي يتفك يديني الكالسيوم اين ويديني 2 من الكلورايد اين، يبقى 1 كالسيوم و2 كلورايد يبقى الان ب3. طب الالومنيوم سلفيت اللي هو Al2SO4/3 ده ما بيجي يتفك يديني 2 الومنيوم زائد 3 سلفيت، يبقى 2 الومنيوم و3 سلفيت يبقى الN ب5. يبقى الN هنا في حاله السترونج الكترولايت هي عباره عن النمبر اوف ايونز بير 1 مولكيول. ده 1 مولكيول بيطلع كام ايون؟ ده 1 مولكيول بيطلع كام ايون؟ ده 1 مولكيول بيطلع كام ايون؟ طب اذا في حاله النون الكترولايت الاي ب1، يعني اكني الكونسنتريشن ما ضربتوش في حاجه، لان ده هيبقى كونسنتريشن كوركشن فاكتور فور كونسنتريشن. والاي في حاله السترونج الكترولايت هضرب الكونسنتريشن في النمبر اوف بارتكلز اللي هي الان. طب النمبر اوف بارتكلز اللي هي النمبر اوف ايونز بير 1 مولكيول. طب ان كيس اوف ويك الكترولايت، طبعا كالعاده زي ما عملنا في الالفا، لما كانت الالفا هنا بزيرو والالفا هنا بماكسيمم فاليو 1، بقت الالفا في النص ما بين الزيرو والون، هنا الاي ب1 وهنا الاي بان، يبقى الاي في النص ما بين الون والان، تمام؟ اللي حاسس ان الان دي عباره عن number of ions per one molecule of solute، تمام؟ ده يقربني شويه عشان احط واوريك الاي بتخش في القوانين فين. فانا عملت فوق هنا الكوليجيتيف بروبرتيز فور كوليجيتيف بروبرتيز فور نون الكترولايت سوليوت، وعملت تحت هنا الكوليجيتيف بروبرتيز فور الكترولايت سوليد. الكوليجيتيف بروبرتيز دي اللي هي بي نوت ماينس بي على البي نوت ايكوال اكس بي، اللي احنا كانت ان بي على ان اي بلس ان بي، واللي هي دي كانت دلتا بي على البي نوت، وهنا الدلتا تي بي اللي بتساوي كي بي في ام وبعد كده فكيت الام، وهنا الدلتا تي اف اللي بتساوي كي اف في الام وبعد كده فكيت الام، وهنا الباي اللي هو الاوزموتيك بريشر بيساوي ام ار تي وهنا فكيت المولاريتي. دول كلهم الاربع قوانين بتوع الكوليجيتيف في حاله النون الكترولايت. In case of electrolyte كل اللي عايزين ان كل concentration موجود في كل قانون هضربه في الاي، يعني الاكس بي دي هضربها في الاي، الام دي هضربها في الاي، الام دي هضربها في الاي، الام دي هضربها في الاي، يبقى كل قانون من دول هيزيد عليه الاي. اهي بقت بي نوت ماينس بي على بي نوت بتساوي اي اكس بي، دلتا تي بي بتساوي اي كي بي في ام، دلتا تي اف بتساوي اي كي اف في ام، باي بتساوي اي ام ار تي وهكذا. صعبه؟ يبقى الاي دي اللي انا عرفتك اصلا في الصفحه اللي قبل كده ان الاي دي في حاله السترونج الكترولايت هي الان عدد الايونات في كل مولكيول، والاي دي في النون الكترولايت كانت ب1، يبقى لو حطيت هنا 1 يرجع القانون اللي فوق، لو حطيت هنا 1 وهنا 1 وهنا 1 يرجعوا الاربع قوانين اللي قدامنا اللي فوق اللي هم في حاله النون الكترولايت. فهمتوا ليه في حاله النون الكترولايت كنت بحط الاي ب1 ولا لا؟ اما في حاله الالكترولايت لما يبقى سترونج هتبقى ان، ولما يبقى ويك هيبقى ليها فاليو انا مش عايزك تتعب وتقعد تحسب فيها،
لان انا مش محتاجها. انا محتاج تفهم ان الفاليو بتاعتها تبقى ما بين الواي ما بين ال1 وما بين الان. ده كل اللي انا محتاجه بس مش اكتر. تمام. في نقطه كمان تركه، ان البي نوت ماينس بي على البي نوت بتساوي اي اكس بي، لان في قانون تاني شبه اللي هو البي توتال بتساوي اكس اي بي نوت اي. ما ينفعش اخد الاكس اي دي واضربها في الاي، لان دي مش كونسنتريشن يونت للسوليد، دي كونسنتريشن يونت للسولفنت. فما ينفعش الصوره دي عشان ما حدش يتلخبط، احنا بنضرب الاي او بنحط الاي في الصوره بتاعه الايه، كونسنتريشن يونت فور سوليد اللي هو اكس بي مش اكس اي بس. تمام. برضو الاي، ايه قصه الاي؟ افكر تاني ان الاي دي ان انا عندي كوليجيتيف بروبرتي اكسبيرمنتال وعندي كوليجيتيف بروبرتي ثيوريتيكال. في فرق ما بين الاثنين. الاي دي كوركشن فاكتور او معامل تصحيح علشان يرجع الوضع الثيوريتيكال للاكسبيرمنتال، بحيث لما اقعد احسب في المعمل واجي اشتغلها عملي يبقوا الاثنين زي بعض. عشان كده ببتدي الجا للاي ان انا احطها في القوانين فوق. الاي دي عباره عن الاكسبيرمنتال فاليو على الثيوريتيكال فاليو، او الميجرد فاليو اللي هو جايه من معمل عملي على الكالكوليتد اللي جايه ثيوريتيكال. عشان كده بنبتدي نخش جوه. وفكرك تاني لما كنا بنقول ان السبستانس او السوليوت نوعين، نون الكترولايت والكترولايت، كنت بتكلم ان النون الكترولايت ده زي اليوريا. اليوريا دي بتدوب في الميه او بتفضل يوريا مولكولز. فلو انا حطيت من دي 1 مول، لا هيفضل زي ما هو 1 مول، لان ال1 مولكول زي ما هو 1 مولكول. فيبقى الدلتا تي اف الثيوريتيكال هتبقى بتساوي الدلتا تي اف الاكسبيرمنتال. عشان كده لما اجي اقسم اكسبيرمنتال على ثيوريتيكال تطلع ب1، عشان كده الاي بتساوي 1 ان كيس اوف نون الكترولايت. ده كل ده بعيد تاني نفس الكلام بطريقه تانيه عشان احاول اوصل لك فكره الاي اللي هو الفانت هوف فاكتور اتحطت ليه in case of electrolyte. طب الالكترولايت في حاله الالكترولايت سواء كان سترونج او ويك، الاسهل في الفهم السترونج. عشان كده هاخد مثال سترونج، صوديوم كلورايد ده سترونج الكترولايت، يعني كومبليتلي ايونايزد، فيتفك الصوديوم ايون وكلورايد ايون. الصوديوم كلورايد ده انا حاطط منه 1 مولال، فبقى في جوه عندي 1 مولال من الصوديوم ايون و1 مولال من كلورايد ايون. انا لما اجي اعمل حساباتي كالكوليشنز هعوض في القوانين ب1 مولال صوديوم كلورايد، يبقى الثيوريتيكال هتبقى على 1 ام، ولكن اكسبيرمنتال جوه في السوليوشن نفسه هتبقى في عندي 1 ام من ده و1 ام من ده عشان العدد بقى 2. فيبقى الحسابات على انها 1، العملي على انهم 2. يبقى الدلتا تي اف اكسبيرمنتال هتبقى جريتر ذان دلتا تي اف الثيوريتيكال. طب لو انا عايز اصلح الوضع ده اعمل ايه؟ هعرف الاثنين دول بكام؟ ب2. حاجه دوت اضربه في 2، حته اضربه في 2 دي بقى اللي هي الاي، ان انا اخدت ده ضربته في الاي. عشان كده بقول لك ان الاكسبيرمنتال على الثيوريتيكال اهي اللي تحت، اكسبيرمنتال على الثيوريتيكال بتساوي الاي اللي هو الفانت هوف فاكتور. يبقى الفانت هوف فاكتور ده معامل تصحيح لو اتضرب في الثيوريتيكال يخليه يساوي الاكسبيرمنتال. انا بحطه عشان اخلي اللي انا بحسبه نظري بقى يساوي اللي بشتغله عملي. بالتالي الدلتا تي اف اكسبيرمنتال دي بتفضل بنفس المنظر، الدلتا تي اف الثيوريتيكال دي هقدر اقعد عنها بالكي اف في الام اللي هو الكالكوليتد اللي انا بحسبه، وبالتالي بضرب الكي اف في الام في الاي عشان تطلع دلتا تي اف اكسبيرمنتال بتساوي اي كي اف في الام. اكني بالظبط بوريك انا ليه ضربت الاي في الكونسنتريشن عشان اجيب القانون فور الكترولايت، بعرفك جامنين يعني. تمام. وبنفس الكيفيه يبقى الدلتا تي بي على البي نود بتساوي اي اكس بي، والدلتا تي بي بتساوي اي كي بي ام، والباي بتساوي اي ام ار تي. يعني اكني بالظبط بعمل بروف. انا مش محتاجك تحفظه، انا محتاجك بس تفهمه، وبرضو الاساس فيه بامانه عشان الجزئيه اللي جايه دي اللي هي ايه. لما اجيب لك اكتر من مثال واقول لك قرر مين اعلى لورنج في الفيبر بريشر، مين اعلى اليفيشن في البويلنج بوينت، مين اعلى ديبريشن في الفريزنج بوينت، مين اعلى بويلنج بوينت، في واحده تحت كمان ممسوحه اكتبها اللي هي اوزماتيك بريشر باي، اكتب هنا كمان تحت هنا باي، او اقول لك مين اقل فريزنج بوينت او مين اقل فيبر بريشر. عشان احل السؤال زي دوت لازم ابقى عارف الاي بتاعت كل سوليوشن. الاي اللي هي الان، انت هنا بقى ريفير للان وتخلص، لانه لو كان الكترولايت يبقى الان عدد الايونات اللي بيطلع منه، وتبقى عارف الكونسنتريشن، لان انا ايه اللي بيحدد معايا اي في اكس او اي في ام او اي في ام كابيتال او اي في ام سمول. يبقى ايه على طول الاي والكونسنتريشن حاصل ضربهم هو اللي بيحدد مين اكبر، سواء الدلتا تي اف او الدلتا بي او الدلتا تي بي او الباي، صح كده ولا لا، او البويلنج بوينت، او مين اقل لو كانت في تي اف نو تي اف، لان الدلتا تي اف هنا دي بتبقى بالنيجاتيف
والبي اللي هي هنا بالنيجاتيف، عشان كده تلاقي ان الاثنين دول عكس كل دول. دي حته عايزه برضو واحد ذكي يفهم احنا ليه الباي والدلتا تي بي والدلتا بي والدلتا تي اف والبي اللي هي البويلنج بوينت ده لو اتفك يبقى تي بي ناقص تي بي نوت يبقى تي بي، كلهم دايركشن واحد بيزيدوا بزياده الاي والكونسنتريشن، الاي والكونسنتريشن الاي بيزيدوا معاهم، بينما الحاجتين الوحاد العكس الاي والكونسنتريشن. يعني ايه؟ يعني كل ما الاي والكونسنتريشن يزيدوا هم يقلوا، الحاجات اللي جنبيها ماينس. مين الحاجات اللي جنبيها ماينس؟ هم حاجتين اتنين بس، الاي الماينس سوري ماينس بي يعني الفيبر بريشر بتاع السوليوشن، وفي الدلتا تي اف ماينس تي اف، لان انت بتقول في الدلتا تي اف تي اف نوت ماينس تي اف، يبقى تي اف دي جنبيها ماينس، يبقى دي الوحيده العكس. لما الاي تزيد هي تقل، لما الكونسنتريشن يزيد هي تقل، يبقى علشان كده كلهم بيزيدوا بزياده الكونسنتريشن والاي، الا تي اف والبي توتال هم اللي بيقلوا بس معاهم. طب ولو كانت الاي والكونسنتريشن الاثنين بيتغيروا، دي معناها ايه؟ بص يا فندم، لو كان الكونسنتريشن ثابت والاي بس هي اللي بتتغير ما بين المواد اللي انا بختار ما بينهم، يبقى اللي عنده اي اعلى يعني ان اعلى يكسب في دول، ويبقى العكس طبعا في دول. طب ولو كانت الاي ثابته والكونسنتريشن هو اللي بيتغير، يبقى اللي عنده كونسنتريشن اعلى هو اللي يكسب في دول والعكس في دول. طب لو كانت الاي بتتغير يعني السولت بيتغير والكونسنتريشن بيتغير، يبقى لازم احسب الاي وابقى عارف الكونسنتريشن واضربهم في بعض، حصل ضرب الفاليو بتاعتهم هي اللي هيقرر مين اعلى واحد ومين اقل واحد، اعلى واحد يبقى في دول اقل واحد يبقى في دول. تمام، ناخد امثله على الجزئيه دي عشان نحاول نقربها منها، ولكن هي الفكره مش هتخرج عن الموضوع اللي قدامك. بيقول لك هنا ايه سؤال، which one has the highest boiling point؟ طبعا highest boiling point يعني اعلى درجه غليان، اعلى درجه غليان عشان تبقى فاهم، بص لي اهو اعلى درجه غليان يبقى اعلى في الاي او اعلى في الكونسنتريشن. طب لو كانوا الاثنين بيتغيروا يبقى اعلى في حصل ضربه. تعالى بقى نبص هنا، صوديوم كلورايد صوديوم كلورايد صوديوم كلورايد صوديوم كلورايد، طبعا صوديوم كلورايد يعني الاي اللي هي الان باثنين، بيطلع واحده صوديوم واحده كلورايد، بس بما انه مثبت السولت يبقى دي ثابته، يبقى اللي فارق عندي مين؟ الكونسنتريشن. عندي هنا كونسنتريشن 0.3 0.1 0.2 0.5، يبقى اللي عنده كونسنتريشن اعلى اللي هو 0.5 هو اللي هو نمبر دي، هو هيبقى اعلى كونسنتريشن وبالتالي اعلى بويلنج بوينت، يبقى الانسر هنا الدي. تمام، خلي بالك بدل ما يقول لك which one has the highest boiling point كان ممكن يقول لك which one has the highest lowering in vapor pressure اللي هي الدلتا بي، او elevation in boiling point، او depression in freezing point، او osmotic pressure، هي اجابتها دي. او كان ممكن يجي يقول لك which one has the lowest، lowest what بقى؟ لازم تبقى واحده من الاثنين دول، lowest freezing point او lowest vapor pressure، كنت برضو ساعتها هيبقى الانسر دي، بس لازم تبقى فاهم ان في دول هيبقى lowest لكن في دول هيبقى highest. تمام، تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه بوينت، نفس الكلام برضو، which one has the highest boiling point، مين اعلى boiling point؟ هل ال 0.3 مولر شوجر ولا ال 0.2 مولر صوديوم كلورايد ولا 0.1 مولر الومنيوم سلفيت ولا 0.2 مولر كالسيوم كلورايد؟ هنلاقي ان ده شوجر يبقى ده نون الكترولايت، كالسيوم كلورايد ده بيطلع 3 اي او 3 ان، ده صوديوم كلورايد بيطلع 2، ده الومنيوم سلفيت بيطلع 5، والكونسنتريشن هنا 0.3 0.2 0.2 0.1، واضح ان الاثنين بيتغيروا. طب انا بقى هنا ساعتها مضطر اعمل ايه؟ اقول ده ب 1 لان ده ما بيطلعش اي غير 1 بارتكل بس، 1 في 0.3 يبقى ده 0.3، طب وده 2 في 2 يبقى ده 0.4، طب وده كالسيوم بواحد واثنين كلور يبقوا ثلاثة، أكن الـ N هنا بثلاثة اللي هي الـ I بثلاثة، أضرب الـ I في ده يبقى 3.2.6، طب وده يبقى ده 0.1 وده 2 وده بيطلع 3 يبقى 5، 5.1.5، يبقى أكن دي 0.3 وأكن دي 0.4 ودي 0.6 ودي 0.5، اللي هو حصل ضرب الـ concentration في الـ I، concentration في I، concentration في I، concentration في I، ده 0.3 0.4 0.6 0.5، واضح ان ال 0.6 هو اعلى واحد، عشان كده يبقى السي هو اعلى بويلنج بوينت. فهمت الاختيار يتم ازاي؟ اذا يا اما يا اما يا اما يا اما يعمل تثبيت للسولت، يا اما يغير كله، يا اما المثال اللي احنا عديناه ده في النص اللي هو 0.2 مولر شوجر 0.2 مولر كالسيوم كربونات
كلورايد سوري و 0.2 مولر صوديوم كلورايد و 0.2 مولر المونيوم سلفيت. واضح ان الكونسنتريشن الاربعه قد بعض، فبقى بيتغير الشوجر والكالسيوم كلورايد والصوديوم كلورايد والالومنيوم سلفيت. ده الاي بتاعته ب1، ده الاي بتاعته ب3، ده الاي بتاعته ب2، ده الاي بتاعته ب5. يبقى اللي عنده اي اعلى هو اللي يكسب، يبقى دي هو اللي يكسب. تمام، يبقى يا اما اثبت السولت وغير التركيز يبقى التركيز الاعلى يكسب، يا اما ثبت التركيز وغير السولت يبقى السولت اللي بيطلع نمبر اوف اينز اكتر هو اللي يكسب، يا اما اغير الكونسنتريشن وغير السولت. هنا مضطر اعرف كل سولت الاي بتاعته بكام واضربها في التركيز واشوف حصل الضرب مين فيهم اللي اعلى، زي اللي هنا كان عندي السي ولا لا. تمام، وهنا باكد على المعلومه بقول the same question can be written as follow: which one has the highest boiling point او osmotic pressure او elevation in boiling point او depression in freezing point او lowering in vapor pressure. طبعا lowering in vapor pressure يعني الفرق المقدار الانخفاض في vapor pressure يعني دلتا بي وهكذا، او which one has the lowest freezing point او vapor pressure بتاع solution. طبعا الكلام ده قلناه والعكس طبعا صحيح. تمام، وطبعا هنا بعرفك في المعلومه دي اللي هو لو كان الان والكونسنتريشن الاثنين بيتغيروا لازم اضرب الاثنين في بعض واشوف مين فيهم اللي اعلى، كلهم بيؤدوا لنفس الغلط. كده الكلام متهيألي بقى واضح، والمفروض تحل الاسئله اللي في اخر تشابتر 3، ولو حاجه وقفت معاك ترجع لي حضرتك، وبالتالي هتلاقي نفسك فهمت وعرفت كل حاجه انت عايز تعرفها عن التشابتر دي. مساله اخيره بتلم الفكره بتاعت الكوليجيتيف بالكامل. المساله دي مش مساله، هما مسالتين جوا بعض. هي المساله الاولى بتقول 30% اكوا سوليوشن او اكوا شوجر سوليوشن، اعطي لك المولكيولر ويت بتاعه سوليوشن اتس دنسيتي سكيل. بيقول لك نفس المساله دي بدل ما اقول 30% اكوا شوجر سوليوشن لا، ممكن اقول 30% اكوا صوديوم كلورايد سوليوشن. يبقى في مره تحل المساله دي على انها شوجر، وفي مره ثانيه تحلها على انها صوديوم كلورايد. يبقى دي مساله ودي مساله، عشان تبقوا فاهمين يعني. المهم خلينا في مساله الشوجر الاول دي، لان واضح ان الشوجر ده نون الكترولايت، يعني الاي ب1 يعني اكن القوانين ما فيهاش اي، بينما الصوديوم كلورايد ده سترونج الكترولايت، ويبقى الاي بتاعته ب2، يبقى ال NaCl الاي بتاعته ب2، يبقى القوانين كلها هتتغير ان انا اعمل حساب الاي اللي احطها ب2. عشان كده بقول لك دول مسالتين مش مساله واحده، فهمتوني؟ وطبعا لما بتحل الامثله المحلوله اللي في الكتاب وتحل الامثله اللي في اخر التشابتر هتلاقي نفسك تمكنت من اللي انا بقوله ده كله بالتفصيل. تمام، 30% اقوى شوجر سوليوشن مولكيولار ويت 180 اتس دينستي كده. الفيبر بريشر بتاع البيور ووتر از 24 تور. احسب 1 2 3 4. احسب ايه؟ احسب الفيبر بريشر اوف سوليوشن، واحسب البويلنج بوينت اوف سوليوشن، واحسب الفريزنج بوينت اوف سوليوشن، واحسب الاوزموتيك بريشر فور سوليوشن عند ال 25 ديجري سيلسيوس. المحتاج الحاجه الوحيده اللي انت محتاج فيها درجه حراره هي الاوزموتيك بريشر. فطبعا دي اكنها مساله ضمه للشابتر من اوله اللي هي الكونسنتريشن يونتس، واخره اللي هي الكوليجيتيف بروبرتيز، لان هو عاطي لك داتا منها تقدر تحسب المول فراكشن، تقدر تحسب المولاريتي، تقدر تحسب المولاليتي، لانك انت محتاج الثلاث حاجات دول وانت شغال في الكوليجيتيف بروبرتيز، قوانين الكوليجيتيف. لان انت لو انت فاكر قوانين الكوليجيتيف كلها محتاج فيها مول فراكشن، محتاج فيها مولاليتي، ومحتاج فيها مولاريتي في القانون بتاع الاوزموتيك بريشر. فيبقى لازم تتعلم ازاي تحسب كل دول من الجيفن دول، وده انت اوريدي واخده في بدايه تشابتر 1 وانت بتدرس الكونسنتريشن يونتس، لما اخذت البرسنت ازاي تحولها لمول فراكشن ومولاريتي ومولاليتي. متهيئ لي المساله دي انت اتمرنت عليها المفروض جامد ساعه ما كنا بناخد ال 30% نفكها، الى اني لو انا عندي وزن من السوليوشن ام 1 بلس ام 2 ب 100 جرام، يبقى ام 2 وزن السوليو 30، يبقى بقيه ال 100 هو وزن السولفنت. وبما انه اقوى السوليوشن يعني السولفنت ميه، يبقى دي ب 18، وهو عطيني المولكيولر ويت بتاع الشوجر، يبقى بالتالي هقدر اجيب النمبر اوف مولز بتاع السوليوت، وهقدر اجيب النمبر اوف مولز بتاع السولفنت، ولو جبت النمبر اوف مولز اقدر اجيب بقى مول فراكشن سواء اكس اي او اكس بي حسب القانون. هل انت هتشتغل بالقانون بتاع بي توتال بتساوي بي نوت اي اكس اي، وده الاسهل طبعا هنا عشان اجيب البي توتال، ولكن في حاله الاي هضطر ما اقدرش اشتغل بالقانون ده لان الاي مش هنا. الاي في القانون بتاع بي نوت ماينس بي على بي نوت بتساوي اي اكس بي، يبقى لازم اجيب الاكس بي ساعتها واعوض في القانون بتاع البي نوت والبي نوت بتاع الميه واجيب البي بتاع السوليوشن، فهمتوني؟ فعشان كده لازم تبقى عندك الابيليتي تشتغل بالقانون ده وعندك المقدره تشتغل بالقانون الثاني. معايا حضراتكم؟ بنفس الطريقه لو انا معايا الدنستي
الماس على الفوليوم بتاع السوليوشن، فالدنسيتي جيفن بفوق جيفن في المساله، والماس بتاعي ب 100 جرام هقدر اجيب حجم المحلول قد ايه. ولو معايا الفوليوم بتاع السوليوشن يبقى هقدر اجيب المولاريتي ام 2 على مولكيولار ويت 2 اللي هو 30 على 180 في 1000 على الفوليوم اللي هحسبه من هنا، ويبقى بالتالي معايا المولاريتي. واقدر طبعا اصلا اجيب المولاليتي لان هي عباره عن 30 و70، يبقى 30 على 180 في 1000 على ال 70 جرام بتوع الميه. لما يبقى معاك المول فراكشن بتاع السولفنت وتقدر منه تجيب المول فراكشن بتاع السوليوت، ويبقى معاك المولاليتي جيفن، ويبقى معاك المولاريتي جيفن، يعني قدرت تحسبهم، هتقدر تعوض في القوانين بتاعه الكوليجيتيف، وتقدر بقى من هنا تجيب البي توتال. تقدر طبعا اني معاك البي نوت بتاعه الميه والاكس انت لسه حاسبها، ومن هنا معاك التي بي نوت بتاعه الميه ب 100، كي بي بتاعه الميه 512 من 1000، المولاليتي انت لسه حاسبها من فوق، هقدر اجيب درجه غليان المحلول، وعندك التي اف نوت بتاعه الميه بزيرو، والكي اف ب 1.86 من 100، والمولاليتي انت لسه حاسبها من هنا، هقدر اجيب درجه التجمد بتاع السوليوشن. طب وفي حاله الباي، القانون اللي ممسوح ده باي ايكوال ام ار تي، الام اهي انت لسه حاسبها، والار ب 82 من 1000، والتي اللي هي 25 بلس 273، هقدر اضربهم في بعض واحسب الاوزموتيك بريشر ولا لا؟ كل ده ان كيس اوف شوجر. طب ان كيس اوف صوديوم كلورايد ايه اللي هيتغير؟ كل اللي هيتغير في المساله اني وانا شغال هبقى بعمل حساب المولكيولار ويت بتاع الصوديوم كلورايد، وانا بحسب المول فراكشن مش هبقى عايز الاكس اي، هبقى عايز الاكس بي. ليه؟ لكن بقى بالنسبه للمولاليتي وبالنسبه للمولاريتي هتبقى نفس الوي بالظبط، علشان لما انزل اعوض في القوانين اللي تحت هيبقوا اربع قوانين تانيين فيهم كلهم اي، هيختلف بس القانون الاول اللي مش هينفع اشتغل بالاولاني. هقول بي نوت ماينس بي على بي نوت ايكوال اي اكس بي. البي نوت اللي هو الفيبر بريشر بتاع الميه جيفن، والبي اللي هي النون، والاي هتبقى باتنين، والاكس بي اللي انا لسه حاسبه من فوق. يبقى من المعادله دي هقدر اجيب الضغط البخاري بتاع السوليوشن. طب بالنسبه للثانيه، المعادله الثانيه هي هي بس احط اي قبل الكي بي، فهيبقى برضو عندي التي بي نوت بتاعت الميه ب 100، والاي بتاعت الصوديوم كلورايد ب 2، الكي بي 512 من 1000، المولاليتي اللي انا لسه حاسبها من فوق هقدر اجيب درجه غليان السوليوشن. طب المعادله الثالثه هي هي بس هحط الاي قبل الكي اف، فهيبقى التي اف نوت بزيرو، والكي والاي ب 2 بتاعت الصوديوم كلورايد، الكي اف بتاعتنا 1.86، والمولاليتي انا لسه جايبها برضو من فوق. طب الباي هو هو بس هحط اي قبل المولاريتي، فيبقى الباي ايكوال اي ام ار تي، يبقى الاي ب 2 للصوديوم كلورايد، المولاريتي اللي انا لسه حاسبها من فوق، الار ب 82 من 1000، والتمبريتشر اللي هي 25 زائد 273، هقدر احسب الباي ان كيس اوف صوديوم كلورايد. يبقى اذا دي فعلا مسالتين، مساله فور نون الكترولايت اللي هي في حاله الشوجر اللي هم الاربع قوانين دول ينفعوا، ومساله في حاله الالكترولايت لما يبقى صوديوم كلورايد والاي بتاعته ب 2، وابتدي اشتغل وهلاقي المشكله الوحيده اللي هتقابلني في القانون الاول ان مش هينفع اشتغل بالساهل ده، انا مضطر ان انا اروح اشتغل بالصعب الثاني. تمام، يبقى كده انت المفروض فهمت الكوليجيتيف بروبرتيز اللي هم الاربع قوانين بتوعك، وفهمت ازاي تشتغل عليهم فور نون الكترولايت، وفهمت ازاي تشتغل عليهم فور سترونج الكترولايت، وفهمت ازاي كمان لو عندك مقارنات تقدر تشتغل عليها زي ما اخذنا الثلاث انواع من المقارنات دي. فاضل لك في الاخر خالص ان انا حطيت لك هنا بس شويه اسئله عن التشابتر، ام اس كيو كلها على فكره انا جايبها من الكتاب، وكاتب لك الانسر بتاعهم في الاخر عشان امرنك عليه. يا ريت تحاول تحل، ولو عندك اي مشكله برضو هترجع لي من فضلك على مجموعه الفيس المشتركه ما بيننا وبين بعض في الكليه. تمام، شكرا، وكده يبقى تشابتر 3 خلص، وكده يبقى انا خلصت الجزء بتاعي، وان شاء الله ان شاء الله يبقى دكتور طاهر هيخش يبتدي معاكم من الجزء اللي بعد كده اللي هو الثيرموكيمستري اللي هو تشابتر 4 باذن الله. في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.